طيب خليني بقى ارجع معاك تاني لفكره انه الاستيراد. الحكومه قالت ان مشروع راس الحكمه ده يعني هو لكل الفئات، وبشرونا بانهار العسل واللبن التي ستمطر علينا، وتدفق عمله صعبه على البلاد، وتوفير نقد اجنبي بشكل حقيقي. حتى الان تقييمك انت كاقتصادي، هل هذا المشروع يعني وجدنا ثماره، ولماذا لم حتى الآن لم نشعر بوجوده أو لم نشعر بأي ثمار لهذا المشروع؟ هذا المشروع تقريبا اللي حصلت او المعلن حتى الان اللي حصلت مصر من المبلغ بتاعه لحتى الان تقريبا في حدود ال 11 مليار دولار، وبرضه ايضا تم توجيهها لدعم الاحتياط النقدي وسداد جزء من اقساط الديون. فاحنا حتى الان هذا المبلغ ما دخلش في اي مشاريع انتاجيه او تنمويه، ده رقم واحد. ده رقم اثنين، هذا المشروع يحيط الكثير من علامات الاستفهام منذ ان بدا الاعلان عنه. صفقة بهذا الحجم تمت بشكل يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام. بعد الإعلان عن الصفقة بأيام أو أسابيع قليلة تم منح هذا المشروع أو صدر بخصوص هذا المشروع عدة قرارات، أظن 4 أو 5 قرارات، منها إعطاء رخصة ذهبية، عمل مطار، عمل ميناء، أشياء من هذا القبيل. يعني لم تتوفر لأي مشروع أو أي صفقة استثمارية في تاريخ مصر، وبالتالي هو مشروع استثنائي يحيطه الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام. كل المصريين تابعوا أحد العملاء اللي ذهب للحصول على أو السؤال على الحصول على شقة أو بيت أو شيء من هذا القبيل في المشاريع المعلنة لهذا المشروع، فقالوا له ده للأجانب أو إن أنت تكون مصري تحمل جنسية أخرى، والعهدة على هذا على صاحب الفيديو. فده بيدل إن هو أصبح يعني مشروع يعني أظن هو خارج إدارة الدولة المصرية تماما، وفقا لما يتوفر من معلومات، إلا إذا يعني طلعت الحكومة ونفت كل الكلام ده وصدرت منها يعني تعليمات واضحة تزيل اللبس وتجيب على الكثير من التساؤلات المحيطة بهذا المشروع.